السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناس كتيرة بيتكلموا ان الذكاء الصناعي ده جني وموجود في مثلا مصباح علاء الدين او في ام واحنا بنطلعه فخايفين منه. فطبعا في قيود اتحطت، يعني الاتحاد الاوروبي حط بعض القيود، والصين حطت بعض القيود، امريكا برضو حطت قيود، هما كلهم قريبين من بعض. الفكرة العامة واحدة، زي مثلا ان احنا نحط معايير للسلامة الذكاء الاصطناعي، منها مثلا ان هو بيتحط كده ان هو ما يضرش البشر، والحكومه تبقى على اطلاع على نتائج تجريب اجراءات السلامه. يعني لو انت شغلت ذكاء صناعي فلازم بتوظف بعض الناس يتاكدوا ان مفيش حاجه بتاذي الانسان ومفيش انتهاكات لخصوصيه المستهلك، فيبقى في حمايه لخصوصيه المستهلك، يبقى في ارشادات الوكالات كلها والشركات كلها بتتبعها عشان نقيم تقنيه الخصوصات المستعمله في الذكاء الصناعي، ونساعد في وقف تمييز الخوارزميات او اللوغاريتميات بحيث ان هي متميزش بين ابيض واسود او بين مواطن عربي ومواطن غربي، وبنحط برنامج لتقييم المخاطر المحتمله في استعمال الذكاء الاصطناعي في الرعايه الصحيه وتوفير مصادر تضمن استخدام العاملين في قطاع التعليم الاصطناعي بطريقه مسؤوله، ويتعاونوا مع شركاء دوليين على تطبيق معايير الذكاء الاصطناعي حول العالم. دي أهم الحاجات اللي موجودة، فأنت إيه رأيك؟